بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو جواز المصري من الألمانية. طيب، في حال الجواز المصري من الألمانية لابد ان العقد بيمشي بخطوات معينة. الألمانية ما ينفعش تتجوز في مصر الا ما تجيب أهلية زواج. أهلية الزواج دي بتجيبها منين؟ بتجيبها من ألمانيا بناء على ملف الزوج المصري اللي بيبعتوا ليها من هنا من داخل مصر، عبارة عن مجموعة أوراق معينة خاصة بالزوج، بحالته الاجتماعية، بمهنته، بالراتب، بالحالة الجنائية بتاعته، بالأوراق بتاعته كلها، أوراق الثبوت بتاعته كلها لازم تكون مترجمة ألماني معتمد ومصدقة من السفارة الألمانية. بيبعت لها الفايل ده على ألمانيا، هي بترفع الأمر للدولة بتاعتها وبتاخد أهلية الزواج اللي هي إن الدولة ليس لديها مانع من الزواج. بترجع تحجز ميعاد تاني داخل السفارة الألمانية لاستخراج عدم ممانعة زواج من هنا من داخل مصر. لابد من حضور الزوج وحضور الزوجة وتقديم أهلية الزواج وحجز ميعاد أونلاين لدى السفارة على الويب سايت. وبعد الحصول على عدم ممانعة السفارة لابد أن تكون مستوفاة للشروط، إذا كانت هي مطلقة أو إذا كانت أنيسة أو إذا كانت عزباء، كل ده بيتم ذكره، والديانة طبعا قبل أي حاجة. وبعد كده بتتعمل خارجية مصرية واتنين شهادة صحية واتنين شهود و خمس صور لكل من الزوجين، ويتم حجز ميعاد اونلاين لدى وزارة العدل، وبيتم عمل الزواج، عقد الزواج في نفس اليوم. في بعض التركات او بعض الامور في عقد المانيا لابد من الالتفات ليها، اللي هي ان الورق لازم ان يترجم لدى المترجم المعتمد لدى السفاره، عشان شركه ال تي سي ترضى تصدق لنا المستندات لابد من ترجمه الاوراق لدى المترجمين المعتمدين. والسفاره الالمانيه حاطه قائمه باسماء المترجمين المعتمدين لديها على الويب سايت. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاوراق الخاصة بالزوج بتكون مصدقة خارجية مصرية، عشان المترجم الالماني لما يعتمد ان الورق يكون كله رسمي، ما ينفعش يترجم بره، وما ينفعش الورق ده ما يكونش عليه خارجية مصرية. لابد استيفاء جميع المستندات، حتى ان الزوج يرسلها لزوجته. لابد طبعا ان هو يترجم جواز السفر لالماني، هو مش هيترجم جواز السفر، اوريدي جواز السفر مكتوب الاسم بالانجليش، هو بيعتمد نسخة من جواز السفر بتاعته بيختمها، وهو بيختم الاوراق بتاعته اللي هي حالته الاجتماعيه والمهنه بتاعته والديانه اللي هي شهاده الميلاد بتاعته والفيش والتشبيه واقرار العزوبيه. كل ده لازم يعتمد من شركه ال تي سي. الرخم في الموضوع ان الشركه دي مواعيدها صعبه شويه، وبيلغوا بيكنسلوا المواعيد، بس بالمتابعه معاهم ان شاء الله الزوج يعمل العقد بتاعه في خلال ابسط مده اللي هي بتتراوح من شهر لثلاث شهور، وكل الموضوع ببساطة يعني.